أقر الكونغرس في تصويت نهائي خطة الرئيس جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، والتي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار. ونجح الديمقراطيون في مجلس النواب بتمرير الخطة بأغلبية حزبية، ليصبح التشريع جاهزا لإقراره كقانون بعد أن يوقعه الرئيس بايدن الأسبوع المقبل. على حبل متراخي الأطراف يسير الرئيس جو بايدن منذ اعتلى سدة الرئاسة الأمريكية، يتأرجح مرة فيتناوله المنتقدون، ويثبت مرة فيصفق له المؤيدون. بعد 18 شهرا من نقاشات عصية، ثبتت خطى بايدن وأقرت خطته للمناخ والصحة، ليعلن انتصارا يمنحه أنفاس الصعداء قبل 3 شهور من الانتخابات التشريعية الحاسمة. وهو الذي قضى أسابيعه الماضية يتأرجح بسبب انتقادات زيارته إلى الشرق الأوسط، لا سيما السعودية التي كان وعد بنبذها. اليوم انتصر الشعب الأمريكي وخسرت المصالح الخاصة. ستتخذ أمريكا أكثر الإجراءات جدية على الإطلاق في مواجهة أزمة المناخ وتعزيز أمن الطاقة لها وللعالم. هذه هي أمريكا التي أؤمن بها، واليوم اقتربنا خطوة من جعل أمريكا تلك حقيقة. نحن الولايات المتحدة قمنا بعمل جيد اليوم. واثقا أعلن الرئيس نصره، ولم يفوت الفرصة لينتقد الجمهوريين الذين اتهمهم بالوقوف في صف المصالح الخاصة، فيما وقف حزبه إلى جانب الشعب دائما. وتلك مشاعر فخر لم يخفها الديمقراطيون أيضا. فرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أدركت أن مطرقتها ستعلن إقرار التصويت النهائي للقرار، استنادا للأغلبية الضئيلة التي يمتلكها الديمقراطيون في مجلس النواب، انتصار اعتلت إثره منبر الهجوم على الجمهوريين. إنه إنجاز مميز جدا للشعب الأمريكي. كم من الوقت انتظرنا حتى يأتي هذا اليوم، وكم من الوقت ناضلنا من أجله. كيف يمكنهم التصويت ضد خفض تكاليف الأدوية التي تستلزم وصفة طبية؟ كيف يمكنهم التصويت ضد مساعدة العائلات بتكاليف رعايتهم الصحية؟ كيف يمكنهم التصويت ضد الكوكب؟ ينص القانون المعلن إقراره على إعفاءات ضريبية لمنتجات الطاقة النظيفة المنزلية والسيارات الكهربائية، وتوفير واضح في تكاليف الأدوية الموصوفة وأقساط التأمين الصحي، وتقليل بنسبة 40% من انبعاثات الكربون مع حلول عام 2030، فضلاً عن عوائد ضخمة بمئات المليارات من الدولارات. في إطار هذه المزايا التي يمنحها القانون للأمريكيين، تقف نشوة الانتصار التي يشعر بها الديمقراطيون على أرض صلبة، تهيئ للرئيس جو بايدن خطوات أكثر تماسكاً نحو معركته المقبلة في الانتخابات. من نيويورك أرحب بالصحفي أحمد محارم. أهلا بك سيد أحمد. ويعني لربما هذه الخطة تنبثق أهميتها من كونها أول الوعود التي تتحقق من بين الوعود التي طرحها جو بايدن خلال حملته الانتخابية، أكثر من كونها صديقة للبيئة للمناخ وإعفاءات ضريبية وانعكاساتها على مختلف القطاعات. نعم، كونها أحد الوعود اللي وعد بها الرئيس في حملته الانتخابية هذا شيء هام، ولكن الأهم التوقيت أن احنا أمام 100 يوم على أعتاب موعدنا في نوفمبر مع انتخابات التجديد النصفي، واللي بتشكل أهمية هامة جدا لحزب الرئيس، للحزب الديمقراطي وللرئيس شخصيا.
احنا لاحظنا الفتره اللي فاتت على مدى 18 شهر والتباين الواضح كان بالنسبه لاتخاذ مثل هذا القرار الحاسم. الاداره الامريكيه مرت بخطوات صعبه جدا، الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا موحوله فيها الاداره الامريكيه، ايضا رحلته الى الشرق الاوسط ما كانتش على هواه ولا على مستوى النتائج المتوقعه. الاتحاد الاوروبي حاليا بيعاني والناتو بيعاني من جراء هذه الحرب، ايضا مساله زياره نانسي بيلوسي لتايوان، كل هذه القلاقل بتتيح للرئيس الامريكي انه عايز كارت اخضر يثبت به للشعب الامريكي انه قادر على انه يحقق جزء من وعوده. فالحقيقه هي جايه في توقيت هام جدا، اتكلم على نقاط هامه جدا تهم الداخل الامريكي، خاصه بخفض تكاليف التامين الصحي والادويه. الماكسيموم هيكون 2000 دولار حتى للادويه الغاليه جدا الخاصه بالسرطان والامراض المستعصيه، كمان معالجه الاحتباس الحراري هيتكلم عنها القانون او اضاف اليها، مساله الضرائب الشركات اللي راس مالها مليار دولار هتكون نسبه دفعها للضرائب هتزيد 15%. النقطه الاخيره كمان هيكون في دعم للعجز الفيدرالي اللي حاصل. اعتقد محصله التفاصيل ان بيحاول بقدر الامكان مساله الاحتباس الحراري انه بيشجع المواطنين الامريكيين في الداخل على انه الطاقه النظيفه، المواطن اللي هياخد سياره كهربائيه هيعمل له خصم من ضرائبه 7500 دولار، المواطن اللي هيحط على سطح منزله مرايات عاكسه للطاقه الشمسيه هياخد خفض 30%. الحقيقه في مجموعه من الحوافز تتيح للحزب الديمقراطي انه بيقول بدا يتكلم في قضايا هامه جدا تهم الداخل الامريكي وتهم المواطن وتكون دعم لحزبه ولرؤيه جيده في نوفمبر القادم في الانتخابات. لكن كيف ستكون رده فعل الشركات الكبرى باعتقادك؟ يعني هنالك ايضا 15% ضريبه على 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 الشركات، ونتحدث عن الشركات الكبيره التي تتجاوز ارباحها المليار دولار. نعم، الشركات بقدر الامكان كان دايما في ديبيت اكثر من رئيس واكثر من اداره، بتلجأ الشركات لأي نوع من التصرف إنها يكون عندها نوع من التوائم مع ما تتطلبه الإدارة، بحيث إن الموقف اللي حاصل على المستوى العالمي يضع الإدارة الأمريكية ويضع الاقتصاديين في موقف تحدي إن هم لازم يكونوا داعمين لسياسة دولتهم، وبالتالي الضرر اللي حاصل، الانفليشن اللي حاصل النهارده 9% اقترب من 10% في الداخل الامريكي، الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا يبدو انها هتطول، وبالتالي ليس من مصلحه الشركات الكبرى انها تغض الطرف وما يكونش عندها نوع من الدعم الاجتماعي او الدعم الاقتصادي لقرارات الرئيس، وبالتالي جاي القرار في توقيت ممكن الشركات يكون عندها نوع من الكومبرومايز خاصه في مساله دعم البيئه. نعم، رد فعل شركات النفط والفحم في الولايات المتحدة اليوم باعتقادك، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا اليوم أزمة الطاقة الناجمة عن 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 الحرب الروسية على أوكرانيا، يعني الشركات الأوروبية والدول الأوروبية تنوي العودة إلى الفحم من جانب آخر في هذا التوقيت الذي نتحدث فيه عن خطة الرئيس جو بايدن. نعم، الحقيقة كان في أحد المعضلات وهو النائب كان في ولاية ويست فرجينيا اللي هي الولايه المشهوره بالفحم، كان ده احد النقاط اللي كانت واقفه بالزور للرئيس بايدن، ولكن في الاخر حصل نوع من الكومبرومايز ووافق على انه يكون في من جهته دعم لسياسه الدوله بان لازم نغير من سياستنا ونتجه الى الطاقه النظيفه. فمساله ان ويست فرجينيا تكون داعمه للرئيس ويحصل لها نوع من الكومبرومايز في المساله دي عملت دعم ايجابي جدا لموقف الرئيس والقرار الاخير مع الكونغرس. نعم، أشرت في بداية حديثك عن التوقيت، توقيت إقرار هذه الخطة، هل باعتقادك جو بايدن تأخر وإدارته في إقرار هذه الخطة، وماذا أيضا عن خصوصا أنها تتضمن أيضا تصحيح التباين الصارخ في ما يخص القطاع الصحي ما بين الحصول على العناية الطبية والسير أيضا على هدى ما كان يعرف بأوباما كير؟ نعم، أتفق مع سيادتك. في بداية الأمر لم يكن هناك اهتمام كافي بالاستمرار في مسألة أوباما كير. الظروف الداخلية والخارجية اللي وجدت الإدارة الأمريكية نفسها فيها أعتقد وصلتهم في الآخر لقرار أنه من المصلحة أن يحصل نوع من الموائمة، وأن ما يمكن يعني لو تأخرنا في شيء ما لا يمكن أن ندركه الآن أفضل ألا نتركه تماما للظروف. فالتوقيت الضاغط على الرئيس وعلى الإدارة الأمريكية داخليا وخارجيا لأسباب كثيرة جعلت من الصعب
ان نترك بعض الاشياء اللي ما كانتش محل اهتمام او محل اولويات، دارت الدائره واصبحت، وده الحقيقه بيشكل جزء من الذكاء بتاع الاداره الامريكيه، ان عندهم مرونه في الاولويات. قد يكون في بدايه وعوده الانتخابيه اشياء لم يتطرق اليها، لكن مع مرور الوقت وجد انه من الانسب له من الواقع ومن المصلحه ان يديها اولويه عن اشياء اخرى. فده شيء يضيف للاداره الامريكيه نوع من المرونه، انها بتتعامل مع نبض الشارع السوق محليا ومع المجتمع العالمي. نعم، باعتقادك هل سترسم هذه الخطه في حال اقرارها على شكل قانون نمط اقتصادي استهلاكي جديد غير ذلك الذي عرفه الامريكيون من قبل؟ اعتقد ذلك، والظروف اللي مرت بها الاداره الامريكيه في خلال العام ونصف المنصرم، والظروف والتحديات الاقليميه والمحليه والدوليه اللي وجدت الاداره الامريكيه نفسها فيها، اعتقد المواطن الامريكي كيس ومنظمات المجتمع المدني والاعلام والمؤسسات الدوله هتكون داعمه للرئيس على انه بقدر الامكان بيحاول، عنده سله بدائل بيستخدم ما هو متاح منها ان يحقق ما يمكن تحقيقه، ولا يوجد في الاداره الامريكيه او في السياسه الامريكيه شيء اسمه مستحيل، عندهم مرونه جامله جدا في التعامل مع الواقع. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نيويورك الصحفي احمد محارم، شكرا لك.